استاذ مرحبا بكم يعني في بوابه الزلال اونلاين. بغيناكم يعني تعرفونا بنفسكم والاسباب الداعيه لهذه الوقفه الاحتجاجيه. اولا قبل كل شيء تحيه نضاليه من داخل منظمتنا الوحيده الا وهي التنسيقيه المحليه للاساتذه المتدربين في المغرب تحت اطار التنسيقيه الوطنيه للطلب للاساتذه المتدربين في المغرب. اولا المشاكل التي نعاني منها في منظومتنا التعليميه الا وهي خصوصا ديال التعليم، وثانيا ان مجموعه من المراسم التي تصدرها الحكومه المشؤومه الا وهي المرسوم الاول 15180 القاضي بفصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم الثاني الذي يستهدف تقزيم المنحه. ونحن كاساتذه متدربين ببني ملال نحاول ما امكن ان نناضل في اطار تنسيقياتنا الوطنيه من اجل اسقاط هذين المرسومين، ولا استسلام الى حين اسقاط هذين المرسومين. وفي اطار تعنت الوزاره وهروبها الى الامام، نحن كاساتذه متدربين لا زلنا في معركتنا وصمودنا النضالي الى حين تحقيق مطالبنا، ولا سلام ولا استسلام، ومعركتنا دائما الى الامام. نعم، شكرا استاذ. واش يعني هذه الوقفه فقط يعني من اجل اسقاط المرسومين السلفي ديك، ولا كاين يعني مشاكل اخرى كتعاني منها ولا كيعانيوا منها الطلبه المتدربون هنا في هي مشاكل قطاع التعليم هي كثيره وبالجمله، ونحن نناضل خاصه في هذه اللحظه على اسقاط المرسومين السلفيين ديك، اسقاط المرسوم الذي يخلص من المنحه والذي يفصل التكوين ما عن توظيفنا. وهذه الخرجه جاءت في اطار ما يستهدف قطاع التعليم بشكل عام من خصوصه ومن مشاكل بالجمله. شكرا استاذ.